مقابلة تعمل بحرينيين بالذات اللي أنا أقول لك أو أقول لك شنو تبي تصير أو وين تشوف نفسك عقب 5 سنوات لازم يكون عندك جواب. يعني إن شاء الله تقولين لي متزوجة وقاعدة في البيت، بس أنتي تعرفين عقب 5 سنوات أنتي وين بتكونين؟ ما يصير كذي، ما في نظرة مستقبلية بالمرة. هاي واحد. الشيء الثاني إن أنتي تسوين بوست في الإنستغرام وعندك فوليورز، ما يأهلك إن تكونين سوشيال ميديا إكسكتيف. وايد فرق بين عندي نمبر أوف فوليورز وأسوي بوست وبين سوشيال ميديا اكزيكتيف. هي علم يدرس في الماركتينج. السوشيال ميديا في سوشيال ميديا استراتيجي، في سنتمنت، في فولورز جروث، في كونتنت بيلر انت تسوينها على الاستراتيجي، والكونتنت بيلر تسوين منها كي مسجز، والكي مسجز تطلعين منها كابشنز، والكابشنز لها اصول. فاذا انت عندك نمبر فولورز وتسوين بوست في الانستغرام مو سوشيال ميديا اكزيكتيف. يعني مثلا جات واحدة تقولي انا عندي خبرة في السوشيال ميديا واعرف شنو خبرتك، ما جاوبت ولا على سؤال، قالت انا عندي 7000 فولورز. بعدين استوعبت، بعدين طلعت فيني تقولي مو انت اللي تطبخ في الانستغرام مشهورة؟ اقول لها اي. مسكينة انخبت انه اوكي، يعني هي تعرف انت مالي. السوشيال ميديا is just a hobby. أنا أشتغل عندي وظيفة. يعني كون أن أنا 20,000 مو معناته أن أنا that's not business، ولا معناته أن أنا أفهم سوشيال ميديا. doesn't matter. تفهمين سوشيال ميديا غير عندك followers، وايد يفرق. يعني يا هل عمره 12 سنة عنده 2,000,000 followers وهيز super rich، هل يعرف السوشيال ميديا؟ لا، يروح يوظف لأجنسيز لأنه ما يعرف السوشيال ميديا.